سامر اللاموشي ما كانش لازم يدخل حتى فيني في الماتش اللي جا فيه. مش نجي على صبري لموشي؟ اي جبته ديجا انت قبل جبته كلمنا صبري لموشي. محمد عاش ما جاش معنا هكا تو. ليه اسلام علاش قلت لك فما برشا ما عاشوش؟ سيت عدات كوقت ما جاش يعني في با اتر معناها تونسي يلعب. انا سمعتك في اخر خبر مع طارق العصادي قلت اللي لعب كان مضروب وقتها. لا 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 في التورنوا هكا تورنوا 7 نوفمبر. في تورنوا 7 نوفمبر اللي هو اميكال. حتى كان لعب ما يوليش تونسي. وقتها كان يولي تونسي. لا في الكوب دافريك. صحيح وانا لو مشيت له وتفهمت معاه باش يجي وقبل باش يجي لكن بعد شي ما حبش. شنو ما حبش؟ فسر لي قال لي كوتش خاطر صارت عليه ضغوطات كبيره ياسر. لا وكلي قعد على البنك علاش ما هبطش وقتها؟ وقتاش؟ اللي قعد في الماتش اللي قعد فيه على البنك. ما قعدش على البنك هو مريض. جاء قال لي راني عندي شوفي نتاعي. ما يجمش يلعب. ما قعدش على البنك؟ لا ما قعدش. لا مش في كوب دافريك لا دفريق. قبل. ايه في 7 نوفمبر اميكال. حتى كان يقعد اميكال يعني. قال لك عندي اصابه اي في الاميكال. اميكال ما قعدش على البنك. ما يتحسبش. يقعد على البنك. لا ما قعدش. بعد اللي بعثته انا يعمل في تيست. عمل تيست قالوا لي راه ما يجمش يلعب، إذا خليته ما يلعبش، وبعاش دخلت معاه في نيغوسياسيون، جاني في الآخر قال لي لا راهو كوتش راني أنا البروجرام تاعي نقعد فرنسيس فرنساوي باش نجم نمشي نلعب في أوكسير، ومن أوكسير نمشي لكيب أخرى، ومن لكيب أخرى من فرنسا نمشي لإيطالي، وكي تشوف توا معناها الوحدة نتاعو اللي عملها، عملها كي الباركور اللي عمله هو فرنسا، بعد فرنسا مشى لكيب ناسيونال، بعد مشى لعب في إيطاليا. هو ما حبش كيما برشا من اللاعبيه حاليا ما حبوش يكونوا يلعبوا في تونس. واضح هذا تو كي يخرج اسلام كي يخرج البريزيدونت فيدراسيون دو فوتبول يقول لو كان لعبوا دقيقه راه ولا تونسي انا باش نخرج هكا وقتها نقول لا راه غلط فيدراسيون تقول غلط ما نقولوش مادام هو بريزيدونت باش نخرج انا نقول راك غلط الويه كانك انت تحب تحط علي انا خلي علي انا بعد 20 سنه خرج السيد قال لي راهو انا كذا 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 قال شنو هو قال اللي هذه اللي قلت انا هو قالوا اللي هو اختار هو اتصلت به هانسي يوسف اللاعب عندي نهارين تو بون ما حبش يحكي على الموضوع بالباهي قال لي ما قال لي الحكايه قديمه وفات وما عادش حب نحكي عليها اما اكد لي انه معناتك معناتها حكايه انه ما صحيح الكلام اللي قلته انت سي يوسف لا صحيح كلامي انا صحيح وتجبس سي كمال بن عمر تقول لك قال مانيش مصاب وقت شوش مصاب مانيش مصاب قال عايد حسن ومن الكلام اللي قالوا حبيت لعبه كظهير ايمن هو ما حبش جامد لافي كلام هذا كله شفت الكلام هذا ما ندخلش فيه انا هذا شنو ظهير ايمن انا جايبه ظهير ايمن ويلعب ميليو تيران جايبه ظهير ايمن اش معناه كلام غير معقول يقول فيه مش صحيح تو اول مره سمعت عندك هذا ما حبش بلاس كانه حتى علق على تليفونه بيان سور ما يتكلمش على خاطر اذا فما الامباسادور نتاعنا في باريس هكا وقتها يجم يقول لك تكلم سي كمال بن عمر التريزوري هكا وقتها في الفيدراسيون يجم يقول لك تكلم عادل السلمي يجم يقول لك تكلم حسن ملوش وعربي زواوي اللي هبطوا وعملوا له تيست وقال راني ما نجمش نلعب بالشوفي نتاع يجم يقولوا لك شنو يقول لك الكلام هذا وشوف كان تحب تشوف ملاجون نتاعو شنو اللي طلب كاسيرونس معناها يحب معناها يكبر باش احنا ما نعيطولوش. يبقى الاخر قال الحقيقه.